تشرف مركز تدريب وتطوير القدرات النسائي في المديرية العامة للسجون في هذا اليوم بتخريج الدورة الرابعة من الفرد الأساسي للكادر النسائي. تلقوا فيها الخريجات العلوم والمعارف العسكرية واكتسبوا المهارات الميدانية المرتبطة بمهام وأعمال القطاع والمتوافقة مع خطته الاستراتيجية لتحقيق أعلى مستويات الاستدامة الأمنية. هم الآن جاهزون للانضمام إلى زميلاتهم في الميدان لخدمة دينهم ثم مليكهم ثم وطنهم. نحمده ونشكره على تخرج ابنتي في هذه الدورة، نتمنى لها مستقبل سعيد وحياة عملية موفقة. مبروك الجميع المتخرجات، ونشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين والعهد الأمين وزير الداخلية على منح الثقة في العنصر النسائي، التحاكم بالسلك العسكري وقيامهم بأعمال إن شاء الله حتكون إن شاء الله عند حسن الظن. الحمد لله على التمام والحمد لله على الكمال، وما رأيته هذا اليوم دليل على جهد بذل ليس سهل، ونشكر الله ثم القائمين على هذه الدورة التي أثبتت نجاحها وتقدمها، وكما رأينا أثناء التدريب وأثناء التطبيق ما اكتسبوا من مهارات دليل على أنه بذل جهد ليس بسهل، والحمد لله على اكتمال وعلى التمام. الحمد لله أنا فخورة اليوم بتخرج ابنتي من السلك العسكري، والحمد لله الله يوفقها يا رب يسر أمورها هي وزميلاتها. سعيدة اليوم بتخرج بنتي وزميلاتها، والله يوفقهم إن شاء الله. مبسوطة الحمد لله، الله عانى على التخرج من الدورة الفرد الأساسي. طبعا أشارك فرحتي بالنسبة لي أنا والجميع، وطبعا أهدي هذه الفرحة كلها لأم الغالية الله يحفظها لي إن شاء الله، والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الخريجة أشواق محمد الغامدي الحاصلة على المركز الأول في الرياضة بفضل من الله، هذا اليوم اليوم الكبير لنا، يوم فرحتنا ويوم تخريجنا. لقد تم تدريبنا على المهارات الميدانية والعلوم العسكرية، شاكرين كل من أدى هذا العمل الرائع. اليوم تم بحمد الله تخرجي من دورة السجون الفرد الأساسي الرابعة بمرتبة الشرف لك الحمد والشكر، ترتيب الأول على المشاة. بإذن الله سأنضم لزميلاتي في ميدان العز والشرف، والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا.